انا عايز جهات امنيه وعايز ناس تسمع الكلام دوت وتدونه، والاسامي اللي هقولها الناس دي تتجاب ويتحقق معاها، والمفسد اللي اسمه محمد ابو حامد ده يتقبض عليه باسرع وقت، لان اللي انا هقوله انا ازعم ان هو خطير وعلى مسؤوليتي، والاسامي اللي هذكرها على مسؤوليتي والتفاصيل اللي هذكرها على مسؤوليتي. ارجوك تكون على مسؤوليتك، لان انا مليش تحت ايدي حاجه اقدر لا لما انا يرفعوا تحت علينا قضيه، لانه انا ما اسهل انا حاجه لا دلوقتي يقول لك ايه نرفع يرفعوا علي قضيه. انا يا شيخ، يا شيخ يا اتفضل شيخ، يرفعوا علي، يرفعوا علي انا، انا مش انفيزابل يعني، مش يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. نعم. انا ما بقولش كلام من عندي، واسال حضرتك انا ليا يعني، انا ليا خصومات كتيره جدا مثلا مع وائل الابراشي، مع تامر امين، مع خير رمضان، انا ما جبتش سيرتهم بحاجه، لان انا ما فيش تحت ايدي حاجه عليهم. نعم. انا بتكلم لما يكون تحت ايدي حاجه. ايه اللي تحت ايد حضرتك يا استاذ محمد؟ اولا لازم نتكلم، نقول ان احنا عشنا في عصر طاغوتي استفحل فيه الفساد والافساد، مبارك ورموزه وانصاره افسدوا مصر واغتصبوها حتى صار يسيل من كل جانب، لم يكتفوا باغتصابها بل سلموها لاعدائها ليتناوبوا عليها في مشهد دياسه مستمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يغار وان المؤمن يغار، وغيره الله ان يعني ياتي المؤمن ما حرم عليه. نعم. تعال حضرتك نشوف هذا المفسد محمد ابو حامد ماذا يفعل في الوطن. انت حضرتك تذكر، عايزين ندي بس مقدمة للزيارة اللي زارها للبنان مع منى مكرم عبيد ساعة ما خطب عن سمير جعجع. ده ليها قصة، ده ليها قصة. هو زيارته للبنان كانت مرتبة ومدفوعة وكان ليها غرض. حضرتك الاول لازم نعرف ان محمد ابو حامد على علاقه وثيقه بالحزب الوطني من بدايه عمله في دار الحصري لتحفيظ القران. بعد كده بدا ينتفع بعلاقته دي بعد تاسيسه لمؤسسه تنميه حياه المصريين، ودي كان بيمولها، بيمول جزء من نشاطاتها احمد عز، وكان بيروج لجمعيه جيل المستقبل اللي كانت المتحدثه الرسميه بتاعتها حماده حطب لميس الحديدي اللي اسسها جمال مبارك. لما لو تفتكر حضرتك لما قال له رد انت يا حسين، عارف حسين عبد الغني اللي عامل ثوري دلوقتي؟ حسين عبد الغني اللي عامل ثوري وبيطلع يهتف ويقول ما علينا خلينا نرجع. حسين عبد الغني دي بتاع قناه الجزيره؟ طبعا. حسين عبد الغني ده كان صديق شخصي لجمال مبارك، ودلوقتي بقى صديق لعبد حمدين صباحي وبيمشي مع حمدين صباحي، بقى ثورجي بعد الثوره الحمد لله تحول وبقى ثورجي. هو سافر مع منى مكرم عبيد في لبنان عشان يحضر المؤتمر اللي اقيم تحت رعايه حزب القوات اللبنانيه. نبذه بس عن حزب القوات اللبنانيه، ان هو حزب سياسي وميليشيا مسيحيه اسسها بشير الجميل في 76 عشان تكون الذراع العسكري للجبهه اللبنانيه. حضرتك الغرض من الزيارة بتاعت سمير جعجع الحصول على تمويل من سمير جعجع. أنا ما عنديش معلومات أكيدة إذا كان وصل التمويل من حزب القوات اللبنانية ولا ما وصلش، لكن اللي أنا متأكد منه زي ما بكلم حضرتك إن في اتفاق على تمويل من حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، وكان المقابل يمولوا مين يا أستاذ محمد؟ يمولوا مين؟ يمولوا محمد أبو حامد وحزب حياة المصريين. وكان مقابل وصلت المدح والعخر اللي عملها في لبنان، ومدحه في قاتل الاطفال سمير جعجع وقاتل المسلمين الذي كان يتلذذ بقتل المسلمين. حضرتك انا عندي معلومات عن المخطط اللي هيحصل يوم 24. في حوار عمله على الديلي نيوز ايجيبت يوم 6 اغسطس. الحوار ده مر مرور الكرام، يمكن لانه كان مكتوب باللغه الانجليزيه، لكن الحوار ده كان لازم ان يتحقق فيه بمجرد ما اللي عمل الحوار على البيبي نيوز محمد ابو حامد. محمد ابو طب حامد، طب قول لنا حضرتك الحوار كان عن ايه؟ هو قال بالحرف الواحد، ده كلامه مش كلامي، قال انا قعدت مع مسؤول امريكي يو اس اوفيشال، وهو قال لي وي ديل ويز رياليتي، احنا بنتعامل مع الواقع، انت احشد، بيقول لمحمد ابو حامد احشد 100,000 حوالي 100,000 واصمدوا
ثلاث او اربع ايام، واحنا ساعتها نقدر نحرك الارض من تحتيكم. لكن انا ما اقدرش ان انا اتصدر او ان انا اقف معاك في حاجه زي كده الا لما تكون من منطلق قوه. ده نفس الكلام، انا معلش انا اسف اقطعتك، ده نفس الكلام اللي قايله دلوقتي عند المنصه، بيقول حاصروا القصر الجمهوري ونقعد ثلاث اربع ايام. يا حضرتك هو نفس الكلام، وعايز اقول لحضرتك ان هو مدير حزبه دراعه اليمين اسمه ماجد عياد زكيان، وده حصل على دكتوراه في الذكاء الصناعي وعلاقته بالقرار السياسي، سمعته سيئة جدا وعلاقته بأمن الدولة مفضوحة، تم تكميده سنة 2008، كان يعمل بحزب التجمع، خرج من حزب التجمع بفضيحة جنسية وليه علاقة بحركات قبطية سيئة السمعة وعنيفة، اسمه ماجد عياد زكيان. هم في المخطط بتاعهم ان في حركات قبطية هتطلع من دوران شبرا، هتطلع من كنائس في شبرا، وهتطلع تمشي من دوران شبرا، وهيحاولوا ان هم يحتكوا مع المسلمين عن طريق تكسير بعض المحلات او سباب استفزاز المسلمين. استاذ محمد الكلام، استاذ محمد الكلام اللي انت بتقوله ده في منتهى الخطورة، لان احنا بنتكلم كده هيقول لك ان احنا بنحرض على فتنة طائفية. ارجوك يعني، يعني حضرتك عرفت منين ان هو اتصل بجماعات قبطية؟ عرفت منين؟ بص حضرتك، في اسمه قسيس اسمه نصر ماتياس. خليني بس اجمع لك المعلومات اللي عندي بالظبط عشان خاطر تبقى معلومات موثقة. اتفضل يا فندم. مبدئيا هو يعني عايزين نرجع بس ورا شوية، لان في واحد اسمه احمد ايران، ده من بلطجية ابو العيلة، كان حصلت مشادة ما بينه ومشكلة جامدة جدا ما بينه وما بين محمد ابو حامد اثناء انتخابات مجلس الشعب، لان هو وعده مبالغ مالية وما ادالوش المبالغ دي. وبعدين حصلت مشادة وراح محمد ابو حامد اداله جزء من الفلوس ووعده بالباقي. في حاجة تانية، ان محمد ابو حامد اخد مبلغ 1.5 مليون من سايغ في امبابة، الكلام ده قريب جدا، السايغ ده في شارع المشروع في امبابة، ووصل ليه عن طريق واحد مسيحي متورط في احداث امبابة اسمه ميلاد حشمت. انا المعلومة دي من عند واحد طرف وائل كمال اللي هو الذراع الايمن لمحمد ابو حامد. كان في اجتماع حصل في مقر حزب الحياة المصريين في شارع اتنين في اتنين ميدان عمان بالدقي. كان في دورة اسمها دورة التثقيف السياسي والتنمية البشرية، محمد ابو حامد وماجد عياد، محمد ابو حامد قال محاضرة فيها، وتاني يوم ماجد عياد قال محاضرة. في قسيس اسمه متياس نصر كان عمل محاضرة عن النضال اللاعنفي، وكان الشاهد في الموضوع ان كان اغلب الحاضرين للندوة معظمهم مسيحيين، ونربط المسيحيين دول من طائفة او من جمعية اسمها او من كنيسة او مجموعة اسمها الكتيبة الطيبية. نعم. ودي كتيبة متطرفة وليها جريدة بتهاجم الاسلام. نعم. باستمرار، ودول مركزهم في عزبة النخل. الراعي الرسمي ليهم متياس نصر. وكان في تحريض خفي على العنف، ده كل ده تمهيد للي هيحصل يوم 24 اغسطس الشهر ده ان شاء الله. ان شاء الله مش هيحصل ان شاء الله. لا، ما هو لازم ان شاء الله ان احنا نوقف الناس دي عند حدها. نعم. هو اتسأل عن الحزب في 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 في, في اللقاء بتاع ديلي نيوز ايجيبت، وقال الحزب كله من انصار شفيق ومعظمه نصارى وبعض الثوار، وانا كان نفسي ان الحزب كله يبقى معظمه نصارى. طبعا واضح ان التمويل ده كلام محمد ابو حامد، ده كلام محمد ابو حامد بيقول الحزب كان نفسي معظمه يكون نصارى. اقسم بالله حضرتك، انا ممكن ابعت لك الرابط بتاع المقاله، مقاله ديلي نيوز، وترجموه. نخلي حد يترجمه ونقراه بكره يا فندم على الهواء. تمام، مفيش مشاكل. صدر. بص حضرتك، في استاذه اسمها ايمان رمزي. ايمان رمزي دي كانت صديقه او شريكه او متعاونه مع محمد ابو حامد في البحيره، اشترت له توكيلات لتأسيس حزبه، واختلفوا ماديا، وبعد ما جمعت الناس وعملت له مؤتمر في البحيرة ما جاش. وأنا أستشهد بالمحترم الأستاذ المحترم سيد عصمت والأستاذ المحترم فرج الفولي، اللي هم السيد عصمت كان أمين عام سابق لحزب الغد في البحيرة، وهو موظف في وزارة الري في البحيرة، ودلوقتي منضم لحزب التيار المصري. هو والأستاذ فرج الفولي تقدروا تستشهدوا منهم على موضوع شراء التوكيلات
لتأسيس حزبه. دلوقتي في علاقة ما بين ماجد عياد والقس اللي اسمه متياس نصر في حشد الأقباط، اللي هي جماعة الإبطية الحركة الإبطية المتطرفة اللي بلغتك بيها، اسمها الكتيبة الطيبية، معظم أعضائها من حزبة النخل. زي ما قلت لك ان هم عملوا دورة تدريبية في التثقيف السياسي يوم 10 و11 و12 يونيو، وكان اغلب الحاضرين مسيحيين. حصل الخلاف اللي حصل ما بين ايمان رمزي وما بين محمد ابو حامد، وهي مسيحية طبعا وعلى علاقة قوية بالانبا باخيموس، وكانت بحزب المصريين الاحرار، وبعدين حطها في موقف محرج لان كان المفروض يجيب الفلوس اللي هو هيدفعها للتوكيلات اللي هي اشترتها، لكن ما حصلش حاجة. يعني ما راحش وما دفعش المبالغ دي. نعم. ففي معلومة تانية مهمة جدا أتمنى أن الجهات الأمنية أن تاخد بالها. اللواء المقال حمدي بتين على علاقة، لا ده قصته كبيرة. بس أنا دلوقتي أنا باللي أنا بقوله ده أنا بقطع أوصل الصلة ما بيني وما بين مصر. يعني أنت، أنا لا أستطيع أن أعود إلى مصر بتلك الطريقة. إن شاء الله ترجع يا فندم بإذن الله. أي حد خايف على الوطن طالما عندك وثائق إن شاء الله ترجع بالسلامة، وأي شريف عنده وثائق يقول وإن شاء الله نحافظ على بلدنا. تفضل يا فندم. في ناس في الشرطة العسكرية هتلبس مدني يوم 24 وهتنزل لدعم المظاهرات على اساس ان هم مواطنين مدنيين، وطبعا هم بيجيدوا التعامل، بيجيدوا فنون الضرب، وبيجيدوا فهيحصل احتكاكات. ده موضوع سبورتنج هيحصل من الشرطه العسكريه، بعض المتورطين او بعض الناس اللي ميالين او الموالين للواء حمدي بدين. حركات قبطيه متطرفه وممكن يكون مغرر بيها وناس قبطيين من المغرر بيهم هينضموا للحشود اللي هتحصل يوم 24. هيطلعوا من كنائس في المقطم، كنيسة في المقطم، وهيطلعوا من شبرا الخيمة. أهم حاجة إن هم عايزين العدد بتاعهم يوصل لحوالي 100,000 أو أكتر 100,000، ويقدروا إن هم يصمدوا 3-4 أيام. يصمدوا يعني إيه يصمدوا 3-4 أيام؟ يعني يقدروا إن هم يفضلوا في الشارع 3-4 أيام في ظل الفوضى اللي هتحصل. هتذكرك بحريق القاهرة، حريق القاهرة اللي حصل، اللي عمله جمال عبد الناصر واللي معاه. نعم. التاريخ يقول هذا والشواهد تقول هذه. نعم. فأنا عايز الكلام ده يتاخد بمحمل الجد، وعايز الناس دي يتحقق معاها، وعايز حضرتك. طب انت بتتصور ازاي محمد ابو حامد يعني يعمل حوار على الديلي نيوز بهذه الصورة، والامن ما يعرفش حاجة عنه وما تكلمش وما فهمش ومروحه مثلا لبنان؟ يعني هل الامن ما بقاش يشتغل، ما بيرصدش الناس اللي زي كده؟ لا، هم مش هو خلاص، هو وصل لمرحلة واحد بعد دينه، يعني هو واحد سلم نفسه للشيطان، فمش فارقة معايا يعني. لا تكسب لا تخسر، وإن العبد لا يلقي بالكلمة من سخط الله فتهوي به 70 خريفا في النار، فتلقي به في النار. فهو بيتكلم من سخط الله، ودي زلات لسان، يعني هو دي زلات لسان ربنا بيوقعه. أمال إحنا مسكنا عكاشة إزاي؟ ما عكاشة اللي فضح نفسه، مش عكاشة اللي كان بيقول لك أنا ليه علاقات بالكنيسة وليه علاقات مع، هو اللي كان بيقابله في السفارة الإسرائيلية لما كانت نهاد العميري بتعمل له المقابلات في الأوتيل المشهور. مين معلش أنا آسف، مين نهاد العميري يا فندم؟ نهاد العميري مديرة قناة الفرعين من عرب 48، ومعها الجنسية الإسرائيلية، وعلاقتها بالموساد معروفة، وهي اللي كانت بترتب المقابلات ما بين توفيق عكاشة، وكانت بتديله التعليمات. أمال توفيق عكاشة بيصرف على القناة إزاي؟ وبيصرف على البلطجية إزاي؟ البلطجية اللي بيجيبهم وبيأجرهم. أنت عارف إن توفيق عكاشة الحرس بتوعه شايلين نص آلي. اسمها يعني معلش عشان بيقولوا لي في الإيربيس، اسمها نهاوند ولا نهاد؟ نهاوند العميري. نهاوند، نعم اتفضل. نهاوند يعني زي ماشي اتفضل. نهاوند العميري. نعم. اسألني وانا لا جاوب. لا يا فندم انا بسأل بس، حضرتك بتقول ان هي يعني هي من عرب 48 مديرة قناة الفرعين، وهي اللي بتساعد توفيق عكاشة وموصلاه بالإسرائيليين يعني؟ هو حضرتك انا بقول سر، هي من عرب 48، حضرتك هي من عرب 48 ومعاها باسبور إسرائيلي. طب وازاي ازاي واحده من عرب 48 ومعاها باسبور اسرائيلي تسمح لها الانتاج الاعلامي انها تتملك قناه او تبقى مدير القناه يعني؟ يا استاذ الفاضل في 2003 و2004 جم خبراء من الاكوادور على اساس ان هم رايحين يعملوا مشروع في شرق التفريعة، خبراء في زراعه الجمبري ولا الاسماك في الاحواض، ودخلوا سينا في مناطق عسكريه وتصوروا وعدوا على اسرائيل وخرجوا. ايه القضيه يعني؟ كانوا بيطلع لهم تصريحات من امن سينا من المخابرات.
نعم وكانوا جايين على اسمهم انهم خبراء، وكانوا بيعدوا يدخلوا على سيناء ويخرجوا من سيناء ايام مبارك ويوسف والي. نعم فالقصه مش صعبه يعني. نعم طالما في حاله استرخاء وفي ناس مغمضه عينيها، اللي هيدخل هيدخل واللي هيخرج هيخرج. ايه القضيه يعني؟ اللي بقوله لك ده معايا عليه ورق كمان يعني. موضوع الخبراء الاكوادوريين اللي دخلوا ودخلوا على اسرائيل وخرجوا، معايا جوازات سفرهم ومعايا التصريحات بتاعت الامن العام والمخابرات الحربيه. معايا التصريحات اللي عدوا بيها ودخلوا بيها وعدوا على اسرائيل وخرجوا من اسرائيل. طب استاذ محمد، انت شايف يعني اللي بيعمله محمد ابو حامد يعني مسنود من مين عشان نشوفه بهذه الصوره بقى اكتر من اعلان يعني بسكويت رشا بتاع زمان يعني؟ ده على طول. بص حضرتك، هو محمد ابو حامد كبني ادم كشخص لا نقيم له وزنا. يعني هو ملوش اي وزن ولا بيأثر في حاجه، لكن هو المشكله في التمويل والسبورتنج والبروتكشن، الحمايه والدعم. هو نشوف من ناحيه التمويل بيجي له من عن طريق ساويرس وعن طريق انا اسف يعني بعض القساوسه وبعض الاقباط المتطرفين، ومنهم ماتياس نصر كان بيجيب الناس اللي هم بتوع الكتيبه الطيبيه من المرج، وراحوا حضروا اول جلسه في او حضروا الندوه اللي هي بتاعه التثقيف السياسي والنضال اللاعنفي، وما اخدوش فلوس. كانوا المفروض ان هم جايين ياخدوا فلوس وما اخدوش فلوس، فبالتالي ما حضروش الندوه اللي بعدها. انا الكلام ده حضرتك يعني ده على الهوا اكيد هيوصل لمسامع اي حد شريف في مصر، محامي، ضابط، حد في الحربيه، حد في المخابرات، بحيث انه يتم التحقيق فيه على الاقل. طيب انا هقول لك حاجه تاني احسن، انا هسيب لك رقم تليفوني في الكنترول، وخلي حد من المخابرات، من الناس المحترمه بتوع المخابرات، وخلي حد من المخابرات الحربيه، خلي حد من رئاسه الجمهوريه، خلي حتى من امن الدوله يكلمني، وانا هكلمه واقول له التفاصيل واقول له الحركات واقول له التحركات واقول له كل التفاصيل اللي عندي. عايزين مستندات، المستندات اللي معايا هبعتها. مصادري مش هقول اسماء مصادري، لكن انا عندي ناس مستعده تشهد لو حصل لا قدر الله ان هم طلبوا وفتحوا تحقيق، ومحتاجين ان شاء الله، مش لا قدر الله، ان شاء الله لما يفتح تحقيق ومحتاجين شهود هنجيب شهود. هنجيب شهود على الكلام اللي احنا بنقوله. فلازم حضرتك دلوقتي لازم تفهم ان في ناس هتتقتل يوم 24، والكلام ده انا مش بقوله زي التلفزيون المصري 25 يناير، ولا انا زي عمر عفيفي بتكلم من امريكا بقول احذروا، لا 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 لا، انا بقول لحضرتك ان المخطط ان في ناس هتتقتل، ممكن تتقتل من جانبين، من الجانب دوت ومن الجانب الثاني، لتهيج الشعب على مرسي وبعد كده اعتصامات في الشارع ويوي. فالمخطط معروف، وانا ببلغ حضرتك من دلوقتي اذا كنتم تعتقدون ان يوم 24 سيمر مرور الكرام فهذا لن يحدث. الوضع خطير، اتصرفوا مع الموضوع كأن الوضع خطير. لازم الموضوع ده يوقد، الفتنة توقد من قبل أن تندلع. أنا بقول لحضرتك أنا أسأل عما أقول. الكتيبة الطيب الأقباط بتوع الكتيبة لا ده احنا يا فندم احنا هنناشد رأس الكنيسة نفسه، لأن ما أعتقدش إن في مسيحي مصري وطني مخلص بيحب بلده دي هيوافق على هذه الترهات. يعني زي ما بيقول احنا في تيارات اسلاميه بيقولوا ان فيها ناس متطرفه، لا انا عارف، وجماعه الامه القبطيه كانت زمان واتكلموا عنها كتير، لكن الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده في منتهى الخطوره، بدليل ان النهارده لما نيجي نتكلم عن واحد بياخد تمويل من عند سمير جعجع، وواحد تاني فاتح قناته المديره بتاعتها من عرب 48 في اسرائيل، وانت حضرتك بتقولي ان هي خدته قابلت بيه حد؟ لا، هي كانت في مقابله حصلت في فندق شهير على النيل في قريب. بين مين ومين يا استاذ محمد؟ بين نهواند العميري وبين توفيق عكاشه وولد الاسم الحركي بتاعه يوسف، بس هو مش يوسف، جوزيف. ده جنسيته ايه يعني؟ هتكون جنسيته ايه؟ جنسيته زي جنسيه نهواند، هتكون جنسيته ايه يعني؟ عرب 48 برضه؟ لا، هو اللي وصلني ان هو في السفاره الاسرائيليه. موظف السفارة. طب يا ريت حضرتك الكلام ده لازم يتحقق فيه، ومحمد ابو حامد لازم تشوفوا التمويلات والفلوس. انا طلعت، انا كنت من حوالي اسبوع او خمس ايام. نعم. وقلت على حساباته البنكيه، لحد دلوقتي ما حدش حقق في حساباته البنكيه. شوفوا التحويلات اللي بتيجي منين، شوف الفلوس. طب انت حضرتك، انا كنت يعني قريت على صفحته ان انت بتقول ايه لو جدع يرفع عليه قضيه او حاجه من هذا القبيل يعني. انا بقول لو راجل يطلع، يعني اي بني ادم عنده شرف وعنده كرامه لما يتهم في شرفه او يتهم في عرضه او يتهم في ماله في ذمته الماليه يطلع يكذب، يطلع ينكر. لو كان راجل قوي يطلع ينكر
ويقول يا جماعه حسابات البنكيه كذا كذا وبصوا عليها، خلي حد طب من طب هل هو يا استاذ محمد مثلا هفترض ان حاجه بتقول ان عنده حسابات بنكيه، مش سهل يروح يسحب مثلا بحيث يثبت ان ما عندوش؟ ما يسحب هو حضرتك، هو ده لابس الحساب ده لابس طاقية الإخفاء، مش فيه ايداع وفيه ديبوزيت، في ايداع وفي سحب، مش فيه عمليه ظاهره في البنك. طب هل وصلك اي معلومات انه سحب فلوس في الفتره اللي فاتت او حاجه؟ سحب فلوس وبيجي له تمويل من اكتر من جهه عشان خاطر يقدر يدفع للناس بتوع المرج، ويدفع للناس بتوع المقطم، ويدفع للبلطجيه اللي كان متفق مع احمد ايران بتاع بولاق عشان يجيبهم، وفي بلطجيه من السيده زينب. هو دلوقتي اللي قايم بالعمليه بعد ما دام تضييق الخناق على توفيق عكاشه. توفيق عكاشه دلوقتي الخناق مضيق عليه شويه وتحت العين، فهو دلوقتي اللي بيتحرك باريحيه، وهو دلوقتي اللي بيجند الناس، وهو المحرك الاساسي للفتنه اللي هتحصل يوم 24، ومن ورائه مصطفى بكري عن طريق التهيج الناعم، في تهيج اسمه التهيج الناعم، وطبعا بعض الاقلام الماجوره اللي طب معلش انا اسف هسال سؤال اخير استاذ محمد، يعني استاذ مصطفى بكري انت بتقول بيهيج تهيج ناعم، انما هل عنده فكره بتحركات محمد ابو حامد المريبه دي وساكت، ولا بيتصرف من منطلق ان هو ما بيحبش الاخوان فبيتصرف كده؟ انت هو قضيه بكري مش ان هو ما بيحبش الاخوان، مش دي قضيه بكري. مين قال لك ان قضيه بكري ان هو ما بكري كان بيحب الاخوان وحضنوه وبسوه في مجلس الشعب؟ قضيه بكري ان البساط بيتسحب من تحتيه. بكري من الامنين تحت سيوف النظام، بكري وحمدين صباحي وعمرو حمزاوي ومحمد ابو حامد وكل الكده دي، دول والبرادعي طبعا من الامنين تحت سيوف النظام، ما يهمهمش عسكر يحكموا، خكسوس يحكموا، مغول يحكموا، مش قضيه. المهم ان هم يبقوا تحت الاضواء، وان هم يقدروا يتصرفوا ويتحركوا براحتهم، اللي هي الديمقراطيه المقنعه، وفي نفس الوقت انا واخد كل الامتيازات. لكن اللي هيتضر بقى، اللي يتضر من النظام اللي هم عايزينه، المواطن العادي اللي هيتضرب على قفاه، واللي هيتفتشوا بيته، واللي هينتهكوا حرماته. لكن قول لي مين ممكن يتعرض لحمدين صباحي ولا للبرادعي ولا لمصطفى بكري؟ ما حدش هيقدر. دول الامنون تحت سيوف النظام. فبقول لحضرتك اللي واقف مع محمد ابو حامد في المنصه وقعد يهتف وشالوه على الاعناق، عايز تقنعني ان هو ما يعرفش بالتحركات والخطط دي؟ هو مطلع تصريح ان هو بيقول انه ضد حرق مقرات الاخوان. يعني طب حضرتك عندك فكره يعني حرق مقرات الاخوان ده حقيقه ولا حاجه من انواع يعني واخدينه ازاي يعني؟ حرق مقرات الاخوان ده تمويه، يعني هو ممكن يحصل اشتباكات عند بعض مقرات الاخوان، لكن هو تمويه عشان خاطر ان هم يخلوا شباب الاخوان ينزلوا يحموا المقرات، وفي نفس الوقت هم يستغلوا ان شباب الاخوان بيحموا المقرات ويحتشدوا في اماكن حساسه ويعتصموا، يملوا ميادين او اماكن معينه حساسه في مصر يكون ليها اثر ان هي تعمل ضغط شعبي. في نفس الوقت المفروض ان الاماكن دي بتاعت الاخوان طبعا حضرتك ده اكيد يعني السيناريو اللي انت بتحكيه، انا عندي سيناريو بقى من جوه مع سيناريو قطع الكهرباء عن المستشفيات وقطع الكهرباء عن البيوت وقطع الميه وتهييج الناس والسكه الحديد والقلق والتوتر ده. اللي عايز اقوله لك ان الامناء الشرطه المفصولين وبقايا اذناب امن الدوله، الضباط بتوع امن الدوله المقالين او المعزولين، متورطين في الموضوع ده وهينزلوا. وطبعا عايز اقول لك ان عواميد النور في الشارع منوره بالظهر، عواميد النور اكتر من مناطق كتيره جدا عواميد النور فيها بتنور بالظهر. فازاي انت بتكلمني في ترشيد استهلاك وبتكلمني في ازمه كهرباء وانت بتنور العواميد النور في الظهر؟ فالموضوع ده معمول. طيب استاذ محمد انت تليفون حضرتك اكيد معاهم في الكنترول. انا اسيب لهم تليفون. انا يا فندم رسالتك وصلت، واي حد من المسؤولين امنيا عسكريا، اي حد من الصحفاء من الصحفيين الشرفاء من الضباط الشرفاء من المواطنين الشرفاء عايز يتاكد من بالذات الجهات الامنيه المعنيه ومسؤوليه عاليه شويه، تليفون موجود نقدر نوصلكم بالاستاذ محمد كلام على مسؤوليته. بشكر حضرتك استاذ محمد كنت معانا على الهاتف.